مرحبا، يعطيكم العافية وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من نادي الكتاب في جمال الحوار. اليوم زي ما بنعرف دائما صديقنا وعزيزنا وأخونا محمد عيسى راح يكون معنا، راح يتحدث لنا عن أهمية الكتاب وأهمية جمال الكتاب. فبنرحب بمحمد زي دائما، أهلا وسهلا فيك يا محمد. أهلا بك دكتور، وأهلا بالمتابعين الكرام. طبعا متابعينا صار كلهم بيعرفوك وعرفوا التصاقك بصفحات الكتاب. حبيبي يعني اليوم هذا مثل إدمان إدمان. طبعا طبعا. شوف، هو الكتاب يعني خير جليس في الزمان، خير صديق. أي نعم. للأسف الأزمنة بتتغير الآن، ويمكن صار في تحولات قليلة في مشروع الكتاب. صحيح. احكي لنا شوي عن هاي التحولات، يمكن بس نعطيك شغلات هي بسيطة. التحولات هي يعني من ناحية هي إيجابية ومن ناحية سلبية. سلبية من ناحية دور النشر والكتاب اللي عفوا، نجي عن الموضوع الإيجابي. الإيجابي يكون من ناحية الكتاب الإلكتروني، من يكون متوفر للناس اللي مثلاً عايشين في أوروبا أو في أمريكا وكندا وغيرها من الدول اللي لا تتوفر فيها كتب عربية، فالكتاب الإلكتروني يكون أفضل طريقة لهم، ويقدرون يسووا له داونلود من الإنترنت مجاناً بعض أغلب الأحيان ويقرأوه. الناحية السلبية هي بالنسبة للكاتب ودار النشر، هم يعانون من مشاكل القرنصة والكتب اللي تنزل على الإنترنت مجاناً وتضرب عليهم السوق، وبالتالي يتأثر الكاتب بشكل مباشر ودار النشر بشكل مباشر أيضاً. أما المستهلك اللي هو القارئ، هو مستفيد بالحالتين، إذا كان الكتاب إلكتروني أو كتاب يعني ورقي. هاي التحولات اللي يعني تقريباً أقول لك يعني أكثر عاملين مهمين بهاي التحولات. أتوقع كمان يعني بعض الشركات العالمية بدأت تفكر بحلول لهذا الموضوع، زي كيندل من أمازون. أي هذه أنت تحكي بالنسبة للكتاب باللغة الإنجليزية، هذا في شركات قامت تنتج يعني تابلتس خاصة بالكتب، مثل كان في تابلت اسمه كوبو. نايس. اي هذا ينباع هنا عندنا بكندا بالانديجو تشابترز وغيرها من المكتبات. تشتري التابلت مرات بسعر رخيص، بس هم وين يلزموك؟ بالكتاب اللي تشتري من عندهم. هي زي دار نشر يعني. هي مثل دار النشر تبيع حقوق الكتاب الالكتروني مالتها الى هذه الشركات اللي تنزل عندهم. وهسه وراء الكتاب الالكتروني طلع عن فد شيء اسمه الكتاب المسموع او المقروء. انت تخلي الايربودز باذنك، السماعات، وفي احد يقرا لك الكتاب. يعني انت ما حاجه تلزم هيك بعد التابلت وتقرا او الكتاب وتقرا. هذه التكنولوجيا الحديثه اللي اكثر اللي توائم العصر الحالي، والناس اللي مثلا عندها شغف بالكتاب ولكن ما عندها مكان مجال تقرا. وانا عندي صديق كندي مثال على هذا الموضوع اسمه نيثن بيشتغل محل بيتزا وخالي السماعه مالته باذنه دائما. العمال اللي ويا عبانهم هو يسمع اغاني وكذا وما ادري شنو، فيقول فاليوم جاني الواحد من الموظفين اللي ويا العاملين، فقال له انت ايش تسوي؟ قال له انا اسمع كتاب. قال له يا رجل تسمع كتاب؟ قال له قال انا صار لي سنه اشتغل وياك عبالي انت تسمع اغاني ومنفصل عن العالم. زين طلعت تسمع كتاب؟ قال له اي والله انا هو هم قارئ يعني نهم، وعرفت عليه في مكان وحكى لي هاي القصه مالته، صرنا اصدقاء من يومه. كيف انت ترى هذا الموضوع اللي هو الكتاب المسموع؟ والله قلت لك يعني هم حسب تقبل المتلقي. لو اذا واحد مثلا يقول لك، اغلب الناس هسه تتجه هذا الاتجاه، وخاصه بالعالم احنا اذا نحكي عن العالم الغربي، اغلب الناس تتجه باتجاه الكتاب الالكتروني الرسمي اللي تدفع عليه فلوس وتشتري وتتمتع به، وقسم كثير من عندهم يعني يروح باتجاه الكتاب المسموع لانه وقت ما يسمح له يعني
ما يريد يتعب نفسه أو يتعب عينه، وهذا جيد أيضا بالنسبة للناس اللي تحب القراءة وعيونها تعبانة ما يقدر يقرأ، فيكون الكتاب مسموع ويستمتع به، أو كبير بالسن أو كبير بالسن أو كذا، وهاي الأمور كلها. هل في كتب عربية مسموعة كتير ولا مش كثير؟ والله ما 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 جربت أنا، لأنه يعني مو صلح وياه. أنت تحب الكتاب أنا أحب الكتاب الورقي. نعم. أحب الكتاب. زي ما حكيت لنا في الحلقة الأولى أنت من ريحة الكتاب تعشق هاي الريحة هذه. أي طبعًا هي أكيد. اليوم بمية. بس يعني لا غير أنه مثلًا أنا بعض الأحيان أكو كتب مثلًا ما عندي إياها وأضطر يعني مثلًا أسوي لها داونلود من الإنترنت. مشكلتنا إحنا يعني بعدنا ما متعلمين على أنه نشتري كتاب على الإنترنت. يعني نقرأ يعني PDF فايل كتاب على الإنترنت، ما عندنا هاي، وما عندنا رقابة يعني بالوطن العربي كبيرة تحاسب اللي يسوي قرصنة وينزل كتاب وكذا، لأنه في حقوق نشر وكذا. هنا أنا أعتقد في هذه البلدان في قوانين تنظم هاي الأمور. طيب احنا بدنا نسمع آراء الجمهور برضو، يعني جمهورنا مهم نسمع آراءهم. بقول لك ناصر نسيم بقول لك يوجد كتب عربية مسموعة وكثير منها مجانا. صح. طبعا معنى المجانية بدنا نفهم شو معنى المجانية. لما انت بقول لك في كتب مجانا، هل في كتب مجانا فعلا؟ طبعا لا. الكتاب يمر بعدة مراحل. الكاتب يأخذ أجور، دار النشر هي اللي تكون مسؤولة عن النشر، عندها مثلا لنفرض أنا مثلا صاحب دار نشر، عندي الاسم مال دار النشر وأنا المالك الوحيد فيها، من يجيني الكاتب يريد يشتري يطبع كتاب عندي، فبحالتين أكو عقد لازم يكون بيني وبينه، وأنه كم نسخة أعطيه وكم دفعات وهاي الأمور كلها. ولكن نحكي إحنا على آلية صناعة الكتاب. مثلا في منضد اللي مثلا إذا الكاتب كاتب على عفوا بس محمد، الكاتب بدفع لدار النشر عشان تطبع له ولا العكس؟ هذه في كتاب يدفعون لدار، مو بالرواية وبكذا، أغلب الأحيان في الكتب الشعرية. أوكي. يعني دواوين شعر، يعني في كاتب يقول لك أنا أدفع جزء من عدها من التكاليف الطباعة وينشر، لأنه الشعر سوقه مو هالقد بالكتاب، الا اذا كنت شاعر مرموق من العصر الحجري. لا يعني من مصاف، في شعراء كبار كثار يعني، هذول ما بس شعراء الشباب والكذا، اذا ما في حدا يريد يدعمهم هو ممكن يدعم نفسه ويطلع للواجهه وكذا. طبعا مشكله عويصه ايضا. المهم، فانا مثلا صاحب دار النشر عندي ادفع فلوس للي مثلا اذا الكاتب كاتب الكتاب على ورق وجايبه، نعم، وما عنده مثلا، هذا احكي لك سابقا مو حاليا، ما عنده آلة كمبيوتر ينظر عليه وكذا، انا اضطر ادفع فلوس لشخص انطيه هاي المخطوطة، يسموها المخطوطة، ويقعد ينظرها كلها وينطيني اياها بورق. زين اوكي، هذه راح تتنظر وتنطيني اياها على ورق على برنامج وورد او بي دي اف، فانا انطيها لشخص اخر يخرجها. يخرج شكل الكتاب، كم صفحة، المسافة بين الأسطر، حجم الكتاب وكل هذه الأمور. بعدين بالنهاية أنا أجي على شخص آخر اللي اسمه المصمم الغلاف، أقعد وياه، وطبعا المؤلف أيضا لازم يقعد وياه، يعني عملية طويلة هاي كلها، وأنت الكتاب بعد ما رايح المطبعة الكتاب تسويه بعدين على سي دي، الغلاف والكتاب ايضا، وتوديه الى ابو المطبعه، والمطبعه يسوي شخص يسوي بلاكات، بعدين البلاكات تروح للمطبعه ويطلع الكتاب على شكل رولة كبيره ويفوت بمقص ويقص الاوراق وكذا، وبعدين يجلد. اي، فهذه كلها البروسس انا اعطيتك اياها بسرعه يعني شرحت لك اياها. هذا تاخذ وقت طويل طبعا تاخذ وقت طويل. اي طبعا. اي ومال اي طبعا. يعني انا ليش بنحكي هيك؟ لانه في ناس صاروا كانوا يسالونا عن موضوع الببلشنج وخاصه في نورث امريكا. ف يعني
شو في حلول لواحد بده يعمل ببلشنج وهو مش معروف كتير. طبعا موضوع الكتاب الآن صار كتير ناس يحبوا يكتبوا، صح؟ فهل سهل انك تعمل ببلشنج؟ هل صعب خاصة اللي بالغربة يعني؟ لا، هسه هو كل دار نشر عندها معايير خاصة باختيار الكتاب، نوعية الكتاب وقيمة الكاتب. هلا احنا ما نقلل من قيمة كل كاتب. اللي يكتب سطرين فهذا بذل مجهود، ومجهود على عيننا وراسنا. انا من ناحيتي كقارئ اقول لك، انا كتاب كقارئ، اي واحد يكتب سطرين حتى لو بالفيسبوك فانا اكون الا ممنون، لانه هذا جهد، انا اعتبره جهد بذله وكتب هذا الشيء. بس انت يعني مثلا تريد تنشر كتاب في الوطن العربي، الوطن العربي لدى دور نشر مهمه، مو بالسهوله انه تدخل لها. صعبه، مو بالسهوله ابدا. ممكن تدخل لها، ها طبعا كل دار نشر في عندها لجنه تقييم للكتاب، للمخطوطة الكتاب، نعم، انه هذا الكتاب جيد. وطبعا لجنة التقييم هم من خبراء بالكتاب، وقسم بعض الاحيان هم يكونوا هم ايضا روائيين، ولكن يشتغلون مع دار النشر هذه بحكم علاقة مع صاحب دار النشر، او هم ينشرون هناك، او مونة مثل ما يقول لك بالعربي. يعني مثلا انت يعني scale the product بسموه. scale the product. Okay. هل حينباع ولا لا؟ هذا هل ينباع أو لا؟ هل يتوافق مع مثل شلون أقول لك، مع المعيار الأدبي اللي عندهم هو؟ يعني مثلا عندهم سقف بأنه الكاتب هذا الجهد اللي بذله يسوى ينطبع، يعني ينباع عندهم او ينطبع بدار نشرهم او لا، وهكذا. فهذه عاملين مهمه. طب في سؤال الان بالنسبه كنا نسمع زمان، احنا خاصه اللي عشنا بالوطن العربي كنا نسمع هذا السؤال، مر على التدقيق الحكومي، يعني الحكومه دققته، ايش هذا الموضوع؟ هل الجمل، هل ممكن يشيلوا، ممكن يلغوا الكتاب كله؟ ممكن طبعا، في دور نشر، في طبعا بعض البلدان تمنع دور نشر من المشاركة في معارض الكتب. في كثير من البلدان في عندما يصير عندهم معرض كتاب عندهم بلاك ليست، لائحة سوداء مع دور نشر، هذه الدور نشر ما يعني ما تجي معرض الكتاب عندنا. والرقابة الحكومية هم عندهم معايير، انه في هذا الكتاب بتعرض سياسي للدوله او لشخص النظام او غيرها من الاسباب عندهم، ويقول لك غير يعني مثلا يقول لك مطابق للشروط اللي عندهم هم. يعني ممكن يحذفوا كل الكتاب، يمنعوه كامل، اصلا يرفضون فكره الكتاب، ما ينطوا ترخيص. يعني الكتاب في بلداننا، احكي لك، ممكن في سوريا كتاب ما يروح إلى المطبعة إذا ماكو موافقة من وزارة الثقافة والإعلام. أوكي. لازم في موافقة للطباعة. أبو المطبعة يحاسب إذا طبع الكتاب بدون موافقة. وتدفع فلوس عشان تحصل الموافقة. طيب اللي في الخارج، اللي إحنا مثلاً الآن في كندا، أنا كتبت كتاب بس مش عارف شو أسوي فيه، كيف بدي أطبعه؟ حكينا الدول العربية صعب كثير. هل في ناشرين أجانب بنشروا باللغة العربية؟ هسه الحل، لا قلنا حكينا على سياسات الدور النشر بقبول المخطوطات وطباعة الكتب، ولكن في دور نشر أخرى أقول لك أنا ما خسرانة، أنت أنا أطبع لك الكتاب مالك، ولكن أنت تتحمل تكاليف طباعة الكتاب وإلك نسبة منه. يعني مثلا دكتور جمال، انت عندك هاي المخطوطة وجيت علي قلت لي اريد انشر هذا الكتاب، تقول والله انا راح احكي وياك بصراحة انه هذا الكتاب والموضوع اللي مكتوب به ما يمشي بالسوق اللي موجود هسه حاليا. سوق الكتاب يعني حال اي بزنس، في عليه عرض وطلب، صح؟ اي. وتقول ولكن انا عندي حل لك، اذا انت تريد تطبع هذا الكتاب ومعتز به كجهد انت بذلته، انا ممكن اطبع لك اياه بشرط،
انه انت تتحمل تكاليف الكتاب وبالطباعه مثلا نطبع 1000 نسخه، انا انطيك من عندها مثلا 400 نسخه. انت لك 400 والي 600 انا ابيع. وين تبيعها زي ما وانت تبيعها توزعها تحرقها انت حر. ولكن الكاتب عنده نقطه مهمه انه اسمه ينزل بالكتاب، لانه عنده جهده لا يظل حبيس البرنامج الوورد والمخطوطه اللي عنده. صحيح. ايه. واسمه ينزل بال. طب الان في الدول الغربيه، السؤال نفسه في الدول الغربيه، انا كتبت كتاب بلغه عربيه، كيف اقدر انشره؟ مثلا انا سمعت امازون بنشره جزء باخده. والله انا سمعت اكو دار نشر ايضا اجنبيه يعني عربيه هي في امريكا. أوكي. ولكن التكلفه خياليه دكتور. اوه اي خياليه، يعني اذا انت بالوطن العربي مثلا لنفرض تطبع الكتاب 500 نسخه بحدود $1,000، هنا أنا ما تطبع ال 500 نسخة ب 4000 5000 دولار. اه. السعر يعني 5000 خلينا نقول تقريبا. اي السعر السعر اي. طب في دور نشر في دولنا العربية بتطبع زي ما حكيت، بغض النظر أنت اطبع لي الكتاب وأنا ببيعه. يعني أنا عندي كتاب أنت ضبط لي إياه واطبعه. أي. وانا كاتب، انا زي ما حكيت انا حابب بس اطبع الكتاب هذا، ما انت ما تبيعه تكاليفه. يا اي في كثير، في كثير ما عندهم مشكله، كثير اي في موجود اي كثير. طيب في بعض المستمعين عم بكتبوا، طبعا نسيم شكله من هواة الكتاب، طبعا بنرحب فيه في هذا النادي، بقول لك اخر كتاب قراته ثلاثيه غرناطه، من اجمل الروايات للمرحومة رضوى عاشور، وممكن أن تسمعه، يعني في منه أوديو شكله. أوديو. ممتاز، أنا هشوف هذا ثلاثية غرناطة. رضوى عاشور معروفة طبعا، رحمة الله. تحياتنا لكم وإن شاء الله موفقين. دكتور، في كل الدول العربية أي كتاب قبل طباعته بروح على الاستخبارات أو المخابرات تعطي تقييم لوزارة الثقافة بالنشر أو بعدمه؟ هو ما يروح، لأن هم الموظفين أصلاً موجودين بوزارة الثقافة. جالسين عندهم. أي موجود عندهم مكتب خاص، هم 4-5 قاعدين لجنة تقييم الكتب، في ناس تمشيها بمصاري وتعبرها إذا في شيء بسيط يعني. بسيط، أوكي. أي. سمير بقول لك عندي صديق شكله هنا في مونتريال، كتب كتاب ذهب لمصر وقام بطبعه. طبعا زي ما حكينا هاي القصة. تحياتنا للأستاذ محمد عيسى من عدنان، وفقك الله في خدمة الجالية العراقية والعربية إن شاء الله. إن شاء الله أكيد طبعا، شكرا. حيدر بقول لك تحياتنا لكم، أهلا وسهلا فيك. طيب أنت شو محضر لنا اليوم؟ محضر لنا كتيب كتاب؟ والله يا رم، إن اتفقنا تكون الكتب اللي نقترحها دائما تكون قصيرة، يعني مو قصيرة يعني نعم عدد صفحاتها صغير قليل. صحيح، لأنه المدة على المدة من الثلاثاء هذا للثلاثاء القادم ممكن تكون قرأت الكتاب، إذا مو كله فأنت مقاري 75% من الكتاب وعندك فكرة شو اللي يصير. فأنا كنت بس ممكن أستاذ محمد تشرح للناس كيف راح تكون الآلية عشان نكون واضحين، عشان الآلية أوكي. الآلية أنه إحنا نقترح كتاب، نعم، ونخلي مثلا اللي رابط مالته أو بالبي دي أف فايل موجود، واللي يحب يقرأه ويشارك معنا بالحلقة القادمة ممكن يطلع معنا لايف، إذا حاب يدز لنا رسالة إما لحضرتك أو إليا أو لصفحة كنار تي في ويقول يا با أنا أرغب أنه يعني أطلع وياكم لايف. حتى إذا ما طلع ويانا لايف وهو قارئ الكتاب ممكن يشارك بالحوار من خلال التعليقات، ونعطي أفكار ورؤانا لهذا الكتاب وتقييمه. يعني مختصر انه حنحاول انه نناقش الكتاب مع بعض، نناقش الكتاب نشوف شو استفدنا، شو الجمل
الجمالية اللي استفدناها منه، سواء اللغوية أو الاجتماعية أو الفلسفية أو الدينية حكمة أو الحكمة، يا كذا، كل هذه الأمور. يا أي شو استفدنا؟ كل واحد له وجهة نظر أكيد في قراءة طبعا الكتاب. طبعا أكيد، يعني هو هذا يعني الكتاب دائما حمال أوجه، أنت تقرأ وتفهم، خاصة الكتب العميقة الفلسفية اللي بيها رؤى فلسفية هواية، أنت تقرأ تشوف شيء وأنا أقرأ أشوف شيء آخر. صحيح. ففكرك عن الكتاب أو الفكرة اللي كونتها أنت مع الفكرة اللي أنا كونتها، ممكن نطلع بمحصلة من مزج هاي الفكرتين ويطلع شيء ممكن لا أنت كان ببالك ولا أنا ببالي. صحيح. طبعا فأنا أنا هو بس الفكرة من عنده أنه نشجع الناس على القراءة هاي أولا، الأمر الثاني هو أنه يكون تفاعل بيناتنا، والتفاعل أهم شيء. أكيد أكيد، يعني زي ما حكى الأستاذ محمد، هدفين رئيسيين، إنه نشجع الناس على القراءة لأنه الآن للأسف انتسى هذا الموضوع، والشيء الثاني إنه نتفاعل مع بعض، نقترب مع بعض. أنا بدي أضيف شيء بسيط أو رجاء للأهالي، إنهم خاصة لأولادهم بيقدروا يقرأوا هذا الكتب. بدنا الجيل الشباب هذا برضه يتفاعل مع قراءة الكتب، حاولوا يعطوها لأطفالهم. في كتب طبعا راح تكون صعبة عليهم، في كتب راح تكون أبسط، في كتب حسب مستوى الكتاب، بس ممكن نسمع من هذا الجيل أيضا. يعني احنا حابين إنه نبث حب الكتاب في الشباب، لأنه للأسف ابتعدوا، صاروا الجادجتس هذه، طبعا التليفون وال... اكيد يعني اكيد مليون بالمية، هذا اخذ يعني من حياة الشباب اللي عندنا بالشيء الكثير، يعني صحيح هاي صحيح التكنولوجيا والثورة الرقمية وهذه الامور والسوشيال ميديا والانستغرام والفيسبوك والتويتر يومية طالع لنا بتطبيق جديد، وهسه اخر شيء طلع لنا تيك توك. يا هو شوف، انا يعني انا بلاحظ الشباب الجداد كله بحبوا السرعه، يعني حتى الفيديوهات الطويله بطلوا يحضروها. لما تقعد تحكي عن فيديو طويل يقول لك لا انا بدي تيك توك 30 ثانيه ولا 60 ثانيه بكفيني خلاص بتوصل. انا مو ضد، مو ضد هاي، لا ضد التيك توك ولا الانستغرام ولا السناب شات ولا ابد، مو ضدها بالعكس، بس مثل ما هاي انت لها حق عليك، عقلك وفكرك لها حق عليك ايضا. صحيح، يعني زي ما حكينا هذا غذاء الروح، يعني الناس بوكلوا عشان يغذوا جسدهم فلازم يغذوا الروح. اكيد طبعا الأستاذ سمير بيحكي انا عندي اقتراح، انا رأيي، انا لي رأي ان تعلنوا عن كتاب يكون موجود في المكتبات والاسبوع الذي يليه نناقشه. يس، هو مش حيكون موجود في المكتبات، احنا حنعطيكم اللينك تبعه تنزله داونلود، لانه صعب في ناس الآن خاصة مع الحجر يروح يشتري كتاب أو هذا، راح يكون الموضوع صعب، فيكون راح يكون سهل، ما في حجة. الأخ سمير هذا التعليق هو مؤلم أيضا قدر ما هو مفيد، ولكن هو مؤلم أيضا، لأنه إحنا نفتقر إلى المكتبات العربية هنا. ماكو، صحيح ماكو أي مكان، أنت تروح في ترعوتها وكلها يمكن بيها مكتبة واحدة، أعتقد هم لو بيها لو ما بيها، بس كانت المكتبة العامة في كتب عربية ممكن تستعيرها من عندهم وتقرأها وترجعها، بس بس كمكتبة تروح أنت تدور يعني وتشتري كتاب من عندها عربية ماكو. هنا في يمكن مكتبة واحدة بمونتريال أعتقد اسمها الشرق الأوسط شرق متوسط هيك شيء، ولا عندهم كتب يبيعون. هو بقول لك يس، في مكتبة في مونتريال، هي بحكي لك في مكتبة اي مونتريال أجد كل الكتب العربية. يس صحيح، اي موجودة، اي هو قلت لك مكتبة واحدة في مونتريال، ولكن هنا احنا عندنا في مدينتنا ماكو، واعتقد في تورنتو ايضا ماكو، ما في مكتبة. اذا حيكون الخيار للشخص نفسه، اذا بيستطيع انه يحصل على نسخة ورقية من الكتاب فله الخيار طبعا اكيد. اما عشان ما تكون حجة راح نحط اللينك للبي دي اف للكتاب، ومجبر أخاك له بطر. أنا والله من سويت داونلود للكتاب اللي أريد أقترحه، اللي الشخص اللي منزله بال
الصفحة مالتهم بالويب سايت كاتب ملاحظة جوا اسم الكاتب، يقول إذا أعجبك الكتاب فرجاء حاول شراء النسخة الورقية، تذكر أن الكتاب العرب معترون والكل يستوطي حيطتهم حياتهم، دعمنا لهم يضمن استمرار عطائهم. يا الله هذه حقيقة. هذا حقيقة. وهذا هو الرجل، هو يعني مثل ما يقول لك مقرصن الكتاب وخاله. أنا سمعت إنه في بعض المكتبات صارت تحط بعض الكتب مجانا خلال فترة الكورونا هلا، فبرضو ممكن نستفيد من هاي الأشياء إن شاء الله. نحن نحاول بحيث إنه نكون قانونيين يعني قدر المستطاع، بحيث إنه نستطيع إنه يا طيب اسم الكتاب شو القصة؟ والله هلا في أنا كان في بالي كتابين، ولكن بعدين كان في بالي كتاب ولكن بعدين غيرته. الكتاب اللي اختاريته هو اسمه تفاصيل. تفاصيل هذا الكتاب أنا قرأته بسنة 2007، يعني قبل كم سنة، 10-16 سنة. تفاصيل. تفاصيل. أوكي. هو مجموعة قصصية مو رواية. 100 صفحة. الكاتبة السورية اسمها ديما والنوس، ابنة المرحوم سعد الله والنوس، روائي سوري ومسرحي سوري عظيم. ديما حالة فريدة مثل ما يقول، لأنه الكتاب هذا أول ما أصدرته صار هو طبعا أول تجربة كتابية له على شكل مجامع قصصية، بعدين اتجهت للرواية. سنة 2018 كتابها عندها رواية اسمها الخائفون اتشحت للقائمة القصيرة في جائزة بوكر العربية. جائزة بوكر هي ثاني يعني بالوطن العربي هي الأولى، والبوكر انترناشنال برايز بالعالم هي الثانية بعد نوبل. واو. جائزة أدبية. وأعتقد الجائزة مال اللي يفوز الكاتب اللي يفوز أو الرواية اللي تفوز جائزتها 300,000 دولار تقريبا أو هيجي، في دائما توزع جوائز عفوا في دبي أو أبوظبي في لجنة تقييم وكذا، يعلنون عن القائمة الطويلة بعدين يسوون إلمنيشن الآن يوصلون إلى قائمة قصيرة ويصير حفل ويحضرون به الكتاب والمبدعين وكذا، شيء عظيم. أوسكار الكتب يعني. إيه بالضبط. إيه أوسكار الكتب. إيه كتاب سلس وحلو وواقعي، وفي كثير من الألم. إيه لأنه ما أرد أخرب عليكم، ولكنه كتاب ممتع جدا، قراءته سلسة وما يأخذ من عندك وقت كثير. ممكن تقرأ قصة اليوم، عوفة تقرأ قصة باكر، لذلك هي مجامع قصيرة، يعني مو ما شرط تقرأ الكتاب كله من الأول للأخير. 100 صفحة هو الكتاب. طباعة دار النشر اللي نشرتها هي دار المدى اللي هي أمي، أنا دار النشر اللي اشتغل بيها أول واحدة. واو. إيه. إيه. إن شاء الله يعجبهم الكتاب ويعجبهم الاختيار، وأنا متأكد إنه راح يعجبهم، وبالذات ال. ان شاء الله. احنا انا شفت لقيت في بي دي اف منه، ولا انت حتبعت لنا اياه هلا؟ موجود، انا تريد ابعث لك اياه، موجود يا لو ايه. تبعت لي اياه عشان احطه. اي عندي اياه بي دي اف، ابعث لك اياه هسه. ابعث لك اياه، انا ما عندي اللينك، عندي بي دي اف نزلته. عندك بس البي دي اف؟ اوكي طيب. لأنه من نزلته، أنا نزلته من وقت موقع اسمه ساحر الكتب، شوية طريقة التنزيل كانت مزعجة. أوكي طيب، إحنا أنا 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 حسهل على الجمهور، ححطه على جوجل درايف وححطه للجميع، وإن شاء الله بيكون سهل، وحط اللينك في opening drive. جوجل سمعني بقول لي opening drive. طبعا في سمير، اتمنى كتاب اسمه عائد الى حيفا. عائد الى حيفا. نقرا كتاب عائد الى حيفا. أوكي. ان شاء الله نقرا. يا اوكي طيب، خلينا نحاول نعمل لقاء مع الكاتبه
في هذا النادي في حلقة من الحلقات، وكذلك باقي الكتب أن نلتقي مع مؤلفيها. طبعا هذا من كنار تي في، إن شاء الله بكون يعني هذه فكرة جيدة إن شاء الله. يعني أي كاتب ممكن نحصل، هلا في كتاب انا عن تربطني فيهم علاقه طيبه واصدقائهم، ولكن اغلبهم يعيش في اوروبا وفي بلدان العربيه، مشكله فرق التوقيت بيننا وبينهم كبير. صحيح. يعني نحاول نامن في لقاء مع احدهم في يوم من الايام ان شاء الله. قلت لك احنا محكومين بهذه الفتره القصيره، الاسبوع القراءه. اسبوع القراءه يعني انت ما تقدر تخلص كتاب، يعني مو ما تقدر، ولكن تخلص كتاب 300 صفحة أو 400 صفحة. ممكن في كثير كتب مهمة نقترحها ولكنها عدد صفحاتها هواية. صحيح أنا معك، ولكن هي بالمحصلة هي كتب قيمة ومفيدة، ممكن ننصح بها في اليوم أنه للقراءة ولكن مو للنقاش، أنه يا هذه الكتب وقرأوها. أعطينا كتاب أو كتابين. والله أنا أكون متحيز إلى بلدي وكتاب بلدي. ممكن في كتب، في كتاب قرأته قبل فترة اسمه حدائق الرئيس، كتاب مهم جدا. هذا لشخص، للكاتب العراقي المقيم في إسبانيا الأستاذ محسن الرملي. وفي كتاب أيضا للرواية العراقية عالية ممدوح اسمه التانكي، كان مرشح لجائزة البوكر السنة الماضية. وفي كتاب أيضا حصل على جائزة البوكر وترجم إلى عدة لغات، وآخر لغة ترجم لها قبل 4 أيام البوسنية. ما شاء الله. الكتاب اسمه فرانكشتاين في بغداد. أوكي. فرانكشتاين في بغداد هي ملحمة خيالية من رحم الواقع والمعاناة اللي عاشها العراقيين بسنوات الاقتتال خلي يقول الأهلي 2006 و2007. يعني هو في رواية أخرى اسمها خلف السد، في رواية اسمها 7 أيام الخلق، في كثير. حلو. بالنسبة للكتب العربية، أنا يعني للكتاب العرب عفوا، في زياد عبد الله كاتب يعني مجد جميل. مجد وجميل أيضا، دائما يتعب على نفسه هواية. زياد عبد الله سوري. في منو يا ربي بعد كتاب، في عندي صديقي الجميل رائد وحش أيضا كاتب مهم جدا، شاعر هو وصحفي فلسطيني سوري مهم جدا، محرر في موقع ألترا صوت، عنده رواية ما قرأتها أنا بعدني لحد الآن لأنه ما حصلتها PDF، وذكرتني أكتب له رسالة أقول له دز لي إياها. حلو. الرواية اسمها عام الجليد. عام الجليد. أوكي. عام الجليد، رائد وحش. هذا كان ساكن في كندا أكيد. لا. لا هو ساكن حاليا أعتقد في ألمانيا أو واحدة من البلدان. أي في كنت في مثلا عبد وازن، في محمد شكري، في كتاب العرب يعني كثار، وكل كاتب إلى عالم الخاص إلى طريقة خاصة بالكتابة، في كثير. يس. طيب أنا جهزت الجوجل درايفز، بتبعت لي بس على الواتساب وأنا جاهز. هسه بعت لك على الواتساب. عشان نعطي للجمهور وما يتحججوا، أنا بديش حدا يتحجج ويقول لك ما عنديش وقت وما قرأتش. لازم نستفيد من وقتنا خلال هذه الفترة، فترة الحجر، وبالعكس نستطيع أنه نتحاور في مواضيع زي هيك. يمكن هذا كانت حلم عند ناس كتير، سواء قبلنا أو إحنا أو ناس بعدنا. الحمد لله الحلم هذا عم بيصير واقع، وصلني الكتاب. فأنا الآن حمله على الجوجل درايف. حلمي انه افتح يعني يصير عندي مكتبه عربيه هنا أنا، ولكن المشكله انه الحلم بدون عوامل مساعده ما يفيد. اكيد هاي مشكله كبيره. طب شو فكرك العوامل المساعده عشان نسوي مكتبه للقراءه؟
انت عوامل المساعده انه في ناس تجيك تشتري من عندك الكتاب، لانه انت من تفتح بزنس وتدفع ايجار مثلا، نعم، وتفتح البزنس هذا وما تبيع، ما تبيع شيء، تطلع خسران بالاخير. صحيح. فالعامل المساعد الاول هو الجاليه العربيه ومساهمتها طبعا ودعمها لهذا المشروع، هو هذا سر النجاح طبعا. هذا مهم جدا. اي سر نجاح اي مشروع طبعا. هسه احنا نشوف ليش مشاريع الجاليه العربيه بالمطاعم او الاسواق وكذا دائما ناجحه، صح، إن حتى ان كانت ما ناجحه بالبدايه ولكنها تنجح بعدين. السبب هو الجاليه العربيه هي تنجح بارتيادها، بدعمها، بالنشر، بالدعايه، هاي الامور كلها. طبعا في كرار بقولوا لك ايمن لعتوم كاتب اردني وروائي وشاعر رائع، ما بعرف اذا بتسمع اسمعت عنه ايمن العتوم. اخونا عمر من جاتينو بقولنا السلام عليكم، اهلا وسهلا. هذا هو اللينك يا جماعه، هذا هو اللينك محطوط. اذا حدا عنده مشكله في تنزيل الكتاب يتواصل معي، انا ببعث له اياه على الواتساب او الايميل او الماسنجر او وريفر. بس هذا هو اللينك الان حطيناه على الجوجل درايف تبع كنار تي في، فممكن تستخدموه. هنحط كل الكتب بهذا الفولدرز، فممكن ان شاء الله تطلعوا عليها. مشكور اخونا محمد. في عمر بقول لك انا قرات كتاب اسمه القوقعه، اسامه خليفه. ايه اسامه خليفه. ايه سامع بيه. رهيب جدا. شكله حلو. ايه طيب برضو كنار بقول لك معالم الاتصال والاعمال عن بعد، لابد ان نفكر في تطوير هذا النادي ليكون هو المكتبه العربيه القادمه. والله هذا مقترح جيد جدا، وايدي بايد كناراني ونطور هذا المشروع او الفكره اللي كان هي بدات بفكره. كل شيء يبدا بفكره. اكيد اكيد. نطور هذه الفكره ونحولها الى مشروع واقعي، وان شاء الله ننجح ان شاء الله. احنا بدينا بالمشروع خطوه اولى ونشوف تفاعل الناس معنا، وان شاء الله يصير خير. ان شاء الله ان شاء الله. ان شاء الله يكون عندنا استوديو كنار وفي كاميرات واضاءه. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. حاج ابو مؤيد معنا، اهلا وسهلا فيك ابو مؤيد، حياك الله. لا مش بس حلو، بدمار نفسي. عيني يعني شوقتنا نقرا الكتاب. هلا في ايه في انا كنت عندي في كتاب لشخص كاتب اسمه حنيف قريشي. وفي يعني هذا اعطيت لصديقي قراه قبل فتره، قال لي يا اخي انا قريته وتاثرت به كلش. ان بعثت لصديقي قال لي يا اخي ليش، هو كان مريض من يقرا الكتاب. اي فمن قرا الكتاب، الكتاب في كاتب ايضا اسمه ربيع جابر، ربيع جابر ايضا كان مرشح لجائزة البوكر العربية. يعني يحكي عن التاريخ، فانا اذا اللي يحب كتب التاريخ يقرا كتب كتاب، يعني يقرا شيء لأمين معلوف. طبعا أمين معلوف. أمين معلوف اي يعني كتب عن رواية سمرقند والتاريخ والكذا والتفاصيل الحشاش والكذا وهاي الأمور. رواية رهيبة رهيبة جدا. اي ما تحتاج تقرأ تاريخ بعد تروح تقرأ كتب وكذا، فهي كل الأحداث تقريبا ومأخوذة من التاريخ موجودة بشكل روائي. نعم. إذن كنار تي في ترحب وتدعم أي شيء ممكن إنه ممكن إنه يطور الثقافة ويأثر على أبنائنا ومجتمعنا في الغرب بطريقة إيجابية. وطبعاً الأستاذ محمد بفكرته الرائعة هاي اللي هي عمل مكتبة. المكتبة ليست كتب، المكتبة كتاب وقارئ. فالكتب إن شاء الله راح تكون جاهزة أسبوعياً، كل أسبوع هنحط كتاب
والآن بدنا القراء اللي بأخذوا على نفسهم هذا التشالنج الإيجابي الفكري إنه يقرأوا هذا الكتاب. وفعلا يس دكتور قيس مثلا عنده روايات مترجمة وهو بيننا، ممكن نستعين ببعض كتبه نقرأها مع بعض. في أيضا في الأستاذ رحمن عباس أيضا كاتب مهم و موجود بيناتنا وعايش في أوتاوا أيضا، ممكن نستضيفه في يوم من الأيام. دكتور خير الله سعيد. خير الله سعيد أيضا موجود. في كثير كتاب عراقيين في كتاب عرب هواية موجودين هنا في تورنتو في فانكوفر في كثير ممتاز. إذا أنا 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 أنظر يعني للموضوع إن شاء الله بإيجابية تامة. اليوم الحلقة ما شاء الله يعني في وعي شكله. الانتظار الآن الأسبوع القادم. الثلاثة القادم راح نكون معكم بنفس الوقت، راح نستضيف بعض الضيوف اللي كانوا معنا وحابين يدخلوا معنا يحكوا عن الكتاب، يحكوا شو رأوا في الكتاب، ممكن يتصلوا هاتفيا، ممكن يعبروا عن نفسهم برسالة يرسلونا إياها. إيش الطريقة اللي بحبوها هم؟ أي طريقة للتواصل معنا أهلا وسهلا بهم، وأي فكرة لتطوير هذا النادي الكتاب خلينا نسميه أو المكتبة إحنا أيضا راح بيها، أي مقترحات عليهم نستقبلها برحابة صدر، وكل شيء جميل من عندهم أهلا وسهلا به. إذا ننتظركم في الحلقة القادمة إن شاء الله الأسبوع القادم يوم الثلاث، راح نناقش فيها كتاب تفاصيل للكاتبة السورية ديما ونوس، وإن شاء الله راح نحكي لكم عن كتاب آخر للأسبوع اللي بعده، وهلما جرى على الله وعسى أن نستطيع أن نبني فعلا مكتبة نسميها مكتبة دار الحكمة الكندية دار بلاد الثلج أو دار بلاد حكمة الثلج. على الله وعسى أن نستطيع أن نصل هذه الرسالة اللي هي أعتقد أنه هي رسالة محمد منذ سنوات بيحاول أنه يحطها يوصلها، وإن شاء الله تكون هذه الرسالة تصل عن طريق كنار تي في، أن الفخر والعز أنه بس شيء بشيء يذكر. أنا البارحة الصديق دزي مسج على الواتساب قال لي أنت وعدتني تجيب لي روايات وما جبت لي هذه حد الآن. شايف سبحان الله اليوم المساء أنا الروايات توصل لك. قلت له أربع كتب وديت لي إياها للبيت، عقمتها وكذا وخليتها بكيس وطيت إياها. ممتاز. طبعا هلا الوقت كمان الكورونا صعب. سمير بقول لك دكتور مكتبة الشرق الأوسط اللي حكيت عنها أنت في مونتريال لا تعتمد فقط على بيع الكتب، في ترجمة وبيع كل الصحف العربية كيبورد عربي، والكيبورد العربي ولها أكثر من 25 سنة. ما شاء الله يعني نتمنى لهم كل التوفيق. أكيد يعني إحنا نحتاج إلى شيء مثل هذا، ويعني شيء جميل إنه يكون عندنا مكتبة عربية على الأقل واحدة في كندا بحيث إنه نستطيع إنه نتواصل معهم إذا احتجنا إلى كتب. مرة تانية بنشكركم جميعا. احتاجنا أيضا دكتور وكان جمال قبل ما تنهي الحلقة، أسف على المقاطعة، بس يحتاجنا أيضا نسوي معرض كتاب. أنا سمعت قبل سنة كان في معرض كتاب في أوتوا، سيتي أوف أوتوا. كل سنة يسوون شباب النادي السوري الكندي. أعتقد النادي السوري نعم. النادي السوري كل سنة يسوون هذا المعرض الكتاب. هم طبعاً يسووا بجهود شخصية يعني هم كتبهم الناس الأعضاء النادي يجيبون كتبهم ويعرضوها. وتيجي أيضاً تجي مكتبة الشرق الأوسط من مونتريال أيضاً يجون يشاركون. ممتاز. أيه. فيعني إحنا في راح تكون في أفكار أكيد كبيرة إن شاء الله. نذكركم إن شاء الله على 7:30 راح يكون معنا قراءة القرآن والأذان من مدينة أوتوا، والساعة 10 اليوم الأسر المنتجة حيكون معنا ضيفين، أو حيكون مع الأستاذ محمد تميمي ضيفين. الضيف الأول الأستاذ محمد الفقيه بزنس مان كبير حيحكينا عن تجربته في كندا، والدكتورة دعاء خيري
مستشارة وفي الحكومة الكندية في موضوع البزنس، فهتحكي لكم كتير أمور مهمة. تابعوا الحلقة اليوم وإن شاء الله نراكم الأسبوع القادم أنا ومحمد في إن شاء الله حلقة جديدة. سلام. إن شاء الله. سلام. تنسوش تقرأوا الكتاب، اللينك حطينا لكم إياه يا جماعة. حضروا ديوسكم زين وشوف احنا ايش نسوي باليد، وما حد يقول لي انا ما عنديش وقت، اعطيناكم اسبوع. او تعرفوا اللي ما بيقرا الكتاب محمد نحط عليه عقاب، يعمل فطور صائم لخمس ايام افضل من اللي حضرونا باللايف اليوم. كل اللي حضروا باللايف يلا يعطيكم العافيه يا جماعه، ان شاء الله نراكم. مع السلامه. سلام.